هيك ببساطة. خلص كل شي ببساطة بدون ما يبرر، بدون ما يعتذر، بدون ما يقول ولا شي. اختفى، راح. انتوا الرجال. كتير شاطرين بالتخباية، والناس والمجتمع بيعرفوا يخبوكن منيح، بتتخبوا وراهم وبيرفع أصبعته بوشي هيك وبيقلي انتي بنت مانك منيحة، تركك لأنك بتنقي كتير. لأنك ما بتحكي كتير. بتعرف الإكس تبعي شو كان يقول لي؟ بما أنه صار اسمه إكس. كان يقول لي أنت بتحكي لما لازم تسكتي، وبتسكتي لما لازم تحكي. ايه هادي، انتو المجتمع دائما معكم بديننا قلنا. يعني شو بيقلك عمو المجتمع لما تكون رجال؟ انت رجال عادي، نفذت، ما بيعيبك شي، انت رجال. اما نحنا بيجي عمو المجتمع شو بيقلنا؟ انت بنت غبية، دهورتي حالك، دهورتي عائلتك، ما عاد حدا يطلع عليكي، انت بنت وسخة. باي هادي. باي ليلى. وفا Mm-hmm.
هلين جلال؟ تشرب شيء؟ سلامتك. مرشي عامر اليوم؟ ايه؟ وعلى فكرة أخذ الغلي وقال لي إنه خبرك. ها؟ ليكون ما خبرك؟ بلا بلا خبرني. ها؟ ميديا مرت لهون شي؟ ايه مرت هي وعامر. قالوا لك شي؟ رايحين لعند الدكتور. لعند الدكتور؟ ايه منيح منيح، واخيرا رضي يروح لعند الدكتور. على مضض. يا سيدي انت شو بك؟ مزعوج شوي. انو ساعة رح تسكر؟ عمليا انا سكرت، بس قلت لحالي زين المحل انه بكره الصبح طالع اعطيها. ايش في شيء؟ لا صار لي زمان ما شفت امي وبدي اعطيها مصاري. معك مصاري؟ هلا معي بس ما بعرف. خلي هدول معك بكفوا. يسلم بكفوا بزيادة. تمام شكرا. روق ايه روق. مو على اساس تجيب امك تسكن معك هون؟ بلى، بس الشقة اللي شايفها ما بتفضل اول الشهر. هيك احسن لك. طبعا احسن. بس بتعرف شو؟ المشكلة انه امي ما لها اجتماعية ابدا، يعني ما بتعرف حدا هون. ما بعرف يمكن تضوج، يعني بالضيعة خالاتي عماتي كلهم ضلوا قاعدين عندها. وانا شفت عينك هون. كل الوقت الصبح بالعيادة والمساء هون بالبار. ما بعرف. أنا بدي أفهم شغلة وحدة بس. ليش ما رضيت أفتح لك عيادة؟ شراكة. منك الشغل ومني المصاري. ما فيها منية. جلال، أنا 100 مرة قلت لك ما بحب شارك حدا.
ما بتحب تشارك حدا بس بتحب تشتغل عند العالم. ولا بحب اشتغل عند العالم بس مضطر. والله ما عم بفهم عليك. واحد مثلك دكتور اسنان وشاطر قاعد بتنطط من عيادة الدكتور لعيادة الدكتور. خلص بناخذ لك عيادة كبيرة بتقسمها نصين، نص بتسكن فيه انت وامك ونص بتشتغل فيه. جلال خلص بعدين نحكي بالقصة. طيب غريب ما حكى عامر اليوم، دقيت له أكثر مرة كان خارج تغطية. ما بعرف شو صاير له، إجا لهون وكان معصب وفيك تقول جانن، جايته لحالي يعني. كان شربان؟ طبعاً. لك يا رجل تخيل عم قل له عامر أنا طالع بكرة على الضيعة بتحب تبعت شي لأمك؟ جن علي يا رجل، قال لي شو بدك بأمي؟ شو دخلك أنت بأمي؟ أخي أنا حر إيمت ما بدي بعتلها، بعدين أمي مو ناقصة شي. قلت لك عامر طول بالك شباك، بسألك أنا ما عم سبك. قال لي إيه لا تسأل. غريب يعني تارك أمه لحالة بالضيعة ما معها تاكل وهون عم يتفرطع بالمصاري، وانت بتعرف شافت الأرض الوحيدة اللي عندهم باع وفتح فيها هذا البار، وشوفت عينه يعني يا دوب عم طلع مصري. طيب ليك خد هدول اعطيهم لأمه، اوعك يعرف انه انا اعطيتك اياهم. ها ايه بس يعني امه ممكن تقله. هي تقول له تخيلك هو ساعتين بيقعد يعيط ويبعبع ويسبسب وتعرفه كالعادة بيحكي عن نظريات المؤامرة وتآمرنا عليه وآخر شيء بينسى. بينسى ايه اوكي. ميديا شو بها ميديا؟ كانت متضايقة شي؟ ايه وبالعلامة ما حكت ولا نص كلمة. ألو 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 يا زلمي مدري شبو امبارح وقع مني ما بقى اشتغلت السماعة. ايه بسيطة جرب السبيكر. الو الو شو رد عليك؟ ايه من شوي رد علي. ايه وليش ما عم برد علي؟ قال انه كتير زعلان وصار يسبسب ويعيط ويبهدل، وقال كمان انه انت من الاول قل له انه ما بدك يعني ليش ايه وبعدين لا لغيت. قل له بلا فزلك ايه انا ما لغيت شي. بلا قال وصلوا ايميل منك ولغيت كل شي. مستحيل انا ما بعت لا ايميل ولا لغيت شي. جلال الزلمة وصلوا ايميل منك. كيف يعني؟ ما بعرف شيك ايميلك. طيب رح شيك وارجع حكيك. ها يلا.
إيمال مهكر. معقول؟ إيه والله. طيب بكرة الصبح أنا بخبره، لأنه إذا قلت له هلا مستحيل يصدقني. ليك قل له إنه أنا متمسك كتير بالطلبية ومستحيل ألغيها. طيب شو رأيك أنت تحاكي؟ ما عم بيرد علي. طيب طيب بكرة بروح لعنده على المكتب وبفهمه كل شيء. عن جد شكرا، شكرا لك. إيه؟ لا ولو، سلمي. باي. خير؟ شو القصة؟ يعني على أساس ما سمعت؟ سمعت بس ما فهمت كل شيء. مدري مين مهكر لي إيميلي ولاغى طلبي. العمى شلون هيك؟ شو هالمصيبة هي؟ شايف؟ الله يرحمك يا أبي، كان يقول لي ما بتعرف تشتغل شيء. كان شغال مع ملا، كان شغال مع أخواتي، بس من وقت ما توفى أبي من سنة ونص وقف. جيت أنا لما بدي شغله من أول طلبية أكلنا هو. بس بتنحل بتنحل بتنحل. إيه لازم تنحل. بس مين إله، مين إله مصلحة يعني؟ يعني مين مهكره هلا؟ هو هون السؤال، مين إله مصلحة؟ يعني انت لازم هيك تتذكر مين له مصلحه يأذيك، او ممكن تكون لحدا تاني مثلا وبده الطلبيه وقام عملها، ما بعرف. امبارح بعت رساله لميديا. رسالة شو؟ كنت شربان وبعثت لها رسالة. ايه بس شو كتبت لها بالرسالة؟ لا تقلي انها لك جلال مجنون انت، ما قلت لك لا تبعتها. كنت شربان. شو هادي؟ شو 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 خلص بعتت لها رسالة. شو يعني؟ ايه والحل؟ شو الحل يعني؟ خلص قل لهم كنت شربان وبعتها بالغلط، شو الحل؟ الو، هي وفاء بالمحل. لا لا شوي وجاي. باي. جلال انت بتحبها؟ قصدي لمرتك. كان ليش جوزتها؟ ما بعرف. طيب هي بتحبك؟ قصدي مرتك؟ ايه. شو عرفك؟ هيك بحس. مو حرام عليك؟ يا رجل شو ذنبك؟
هلا انت جاي تساعدني ولا جاي تعذبني؟ جاي اعذبك. ايه جاي اعذبك لاني ما بقدر ساعدك يا رجل. خلاص طلع الشعر على لساني 100,000 مرة صرت قايل لك انه القصة مو ظابطة وانت ما عم تفهم. متنح لك يا رجل. لك عم رفيقة عمرك؟ لك ممثل رفيقك اخوك هاد 10 سنين وانتو سوا؟ اذا واحد غريب جاي مع صاحبته وما بنعرفه بتستاهل تطبق له اياه؟ فكيف انتو؟ طيب شو الحال؟ انساها خلاص. ما بقدر بحبها. بس هي بتحب عامر. بس عامر ما بيحبها. مين قال لك؟ هو قال لي. انت قال لك؟ من يومين قال لي انه هو بده بيتمنى اي واحد يدخل بحياتها مشان يحبها وتحبه وتنساه تماما، لانه هو ما عم يقدر يتركها. ايه بيكون سكران الشربان بيحكي كل شيء بقلبه، بيكون بيعني كل كلمه عم يقولها. الا عامر، وانت بتعرف هذا الشيء كتير منيح. اخي لنفترض مثلا انه عامر ما بيحب لميد، هل يعقل مثلا انه ميد تحبك؟ ايه هيك بحس. عن جد انت هلا بلشت تتوهم. لك اصحى بقى، في اصحى يا رجل اصحى. ميديا بتحبه لعامر، لك صار لها 8 سنين معه، متحملته بقرفه بمشاكله بغلاصته بكل شيء. لك شو بيجبرها انها تضل معه؟ لا مخطوبه ولا متزوجه ولا عنده اولاد. لا وفوقها مريض. لانه تورطت. لك تورطت بشو؟ تورطت لانه بتحبه هو ما بيحبها. انت بتحبه؟ طبعا بحبه، هو شريكي ورفيق دربي. لك بعرف كل هذا الحكي بعرفه. انت كنت تحبه ولا لساتك بتحبه؟ شو قصدك؟ قصدي واضح، عم بسألك سؤال واضح. لا قصدك مو واضح وبعرف شو قصدك. انت بتحبه لعامر ولا ما بتحبه؟ لك بحبه. لك انا شلون بتحب البنت اللي بحبها؟ بس هو بده يتركها. لا لك شلون؟ لا هو قال لي مو كل شيء منحسه منقوله. لك عامر بيخبرني بكل شيء، بيقول لي كل شيء حاس فيه. ليش انت قلت له كل شيء حاس فيه؟ قد ما كنتوا رفقات في شيء ما بينقال، في شيء بضل جواتك ما بتقدر تقوله، لأن الحقيقة بشعة. لأن تخيل إنه أنت تيجي لواحد بشع كتير وتقول له أنت بشع، بيقوم بيروح بيقتل حاله. عشان هيك في شغلات بتضل جواتنا ما بنقولها، لأن الحقيقة بتجرح. في ناس ما عندها استعداد تسمع الحقيقة. أهلا ميديا. وينو عامر؟ عامر مانو هون شبك ميديا؟ وينو؟ انت حكيت معه اليوم شي؟ ما كنتوا مع بعضكم؟ حكيت معه خارج ضغطي. جلال كيفك؟ حكيت عامر اليوم؟ ايه حكيته، طلع خارج ضغطي. خير في شي؟ صاير معكم شي؟ جلال انت بتحبني؟ بتحبني ولا ما بتحبني؟ اذا بتحبني بتجيب لي عامر هلا بتجيبه من تحت الارض، بدي احكي معه كلمتين هلا. طيب بروي
هادي احكي معك. خرج طاقتي. ضربني. ليش؟ لأنه حيوان. هاب بيكون سكران. سكران؟ عامر سكران؟ اوعك تقول عن عامر سكران. عامر ما بيسكر ابدا، عامر بيشرب برميل كامل وبضل واقف على رجله مثل الالف. اصلا عامر بحب المشروب وما رح يتركه بحياته وما بده حدا بالعالم يتدخل فيه. فعليا عامر عم يموت من المشروب، بس بده يضل يشرب، بده يشرب من الصبح للمساء. عيب تقول له سكران بيضربك، بس مو عيب يزت بنت عند الأوتوستراد. زتني بالطريق على الأوتوستراد، تركني وراح. يا عامر وينك؟ هادي هاتو بدي احكي معه. بدي لو سمحتي روحي. يا عامر سمعانك سمعانك. هادي هاتو بدي احكي معه، بدي يجي لهون. بيجي اذا حكيتي معه ما رح يجي لهون عامر، وبتعرفي انا بعرف كيف. خليه يجي اعطيني احكي معه. ميديا اذا بتريدي. يا عامر لك معك معك. عامر سمعانك لك سمعانك سمعانك. وينك انت؟ وين؟ طيب اسمع اسمع خليك عندك عامر، خليك عندك، انا جاي. مع السلامه. وينه؟ وينه يعني؟ سكران منطفي بقاسيون. ايه هادي بتجيبه لهون. ما راح جيبه لهون، باخده على البيت يريح وينام. هادي اذا ما جبت عامر لهون اقسم بالله العظيم بموت حالي. طولي بالك روقي. هادي خلص لعيونك روقي. هادي ميديا اسمعيني شوي، انا افضل تروحي على بيتك وخلي هو يوصله على بيته، لانه اذا اجى والله رح تصير مشكله كبيره. ايه انا جاي اعمل مشاكل. تركينا بكره لا يصحصح حكي. مين بده يصحصح يا جلال؟ عامر. جلال بترجاك بترجاك خلي يجيب عامر لهون، لازم اليوم احكي معه ضروري. هادي رجيب عامر لهون. شو معنى جلال؟ مثل ما عمل لك. قريت الرسالة اللي بعثت لك اياها امبارح؟ أنو رسالة؟ شو كان بدك؟ ما وصلني منك شيء. موبايلي مدري شو صار له، عم يبعث لحاله رسائل ومسجات وشغلات تانية. في فيروس كأنه، أو فكرت وصلك شيء مني. هلا انت لا تزعلي، عامر دب ما بيعرف يعبر عن حاله، بعدين مرضان. هلا ممكن حاجة تبرر له؟ لا انا ما عم برر له. لا امبلا، لما بقلك ضربني وبتقلي سكران بتكون عم بتبرر له.
الدكتور قال له لازم توقف المشروب نهائيا. شو عمل؟ طلعنا من عند الدكتور، وقف على الطريق، اشترى صندوق مشروب، طلع بالسيارة وبلش يفتل شوارع الشام. قال ما خلى شارع بالشام، لف ساحة الأمويين يمكن 10 مرات، طلع عقاسيون ونزل، طلع عقاسيون ونزل، ساكت عم يشرب ويجاكرني، لك ما تطلع فيني. بعدين أنا قلت له ممكن توقف السيارة، كنا صرنا ناحي البانوراما الرايح اللادقية. وقف السيارة، قلت له فيني افهم ليش هيك عم تعمل؟ جن، ما دخلك فيني، اطلعي من حياتي، ما بدك تروحي انزلي من السيارة. ما بعرف شو صار له، انا ما بتذكر اني قلت شي غلط. كل شي قلت له يا انا خايفة على صحتك، خايفة، خايفة يا كذابة، خايفة، اطلعي من حياتي، عم تضغطيني. ما بعرف شو صار له، نزل من السيارة، لف لعندي، طالعني وضربني ولحشني بالطريق، رجع ركب سيارته وراح. قلت مستحيل، مستحيل، قلت هلأ رح يرجع. وقفت مثل الهبلة، وقفت هيك بالطريق ما عم بعمل شي، بس صافني. ما رجع، تركني، تركني بالطريق، راح وما رجع. قلت شو بدي اعمل؟ حكيت مع بابا، بابا ما رد، دقيت لك انت، طلعت خارج التغطية. والله موبايلي منزوع مثل ما قلت لك. ليش ما حكيتي مع هادي؟ حكيت مع هادي ما رد. ضجت، ضجت، أنا ضجت. رح اختنق منه لرفيقك، ما بعرف شو بده، ما عم بفهم عليه. يعني هو ما بده يعني؟ طب ماشي، قول ما بدي اياكي، بروح. بس ليش عم تعامل معي هيك؟ انت 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 جلال بتعرف انا شو عم ساوي مشانه؟ انا احيانا، انا مو عم بعمل كل هاد مشان الاستاذ عامر، انا احيانا بسال حالي انا ليش عم بتحمل كل هاد؟ كرمال شو؟ ضربني وزتني بالطريق. لعمه خفت، قلت لحالي دق لحدا من رفقاتي البنات يجوا يجيبوني، بس رح يشمتوا فيني. كلهم قالوا لي تركي، هاي العلاقة مو ظابطة، وأنا ما عم رد. كيف رجعتي؟ سيارة لليلة، أقسم بالله رجعت بسيارة إسعاف. كانت سيارة يعني ما فيها مريض. طلعت ورا، في شب وبنت قاعدين، ما عاد عرفت كيف بدي خبي وشي منهم. قعدت هيك، قعدت هيك بهالسيارة وصفنت، صفنت بالسرير الفاضي. صرت اتخيل عامر متسطح عليه. حاولت بعد الفكره ما قدرت.
سألت حالي سؤال أول مرة بيخطر لي، مين أنا إذا ما تعامل؟ أنا شو؟ مين بيعرفني؟ ما حدا من أهله بيعرفني، أمه بحياتها ما شافتني ولا بتعرفني ولا أنا شفتها ولا بعرفها. تخيل إنه 8 سنين ما خطر له ياخدني يعرفني على حدا من أهله، ما حدا بيعرفني. أنا نكرة، رح أوقف مثل الهبلة كوريدور المشفى الطويل، ما حدا منهم رح يجي لا يعزيني ولا يخفف عني، ما حدا بيعرفني. جلال، تخيل أنا ما قدر قلت عامر، أنا بكرة بدي روح على المقبرة بس يموت، بدي استنى الكل يروح لأنه ما رح أعرف وين قبره. ليش هيك عم بيساوي فيني يا الله؟ خلص أنا قررت ما عاد بدي اياه، بدي أتركه. كيف يعني؟ لا ولا شيء. لا بحبك. كيف بدك يعني اسكت وانا عم شوفك قدامي عم تتعذبي عم تدبلي؟ انت اكيد ما بتعرفي شو بحس لما بشوفك جاي من بعيد، لما بشم ريحتك، لما بشوفك عم ترقصي عم تضحكي عم تبكي عم تربطي شعرك عم تفلتيه. انت اكيد ما بتعرفي شو بحس لما بسمعهم يقلك بحبك، لما بيزورك، لما بيعصب عليكي. ما بتعرفي شو بحس لما بشوفك مخنوقة متضايقة وأنا ما قادر أعمل شيء عاجز. أنت أكيد ما بتعرفي شو حسيت لما كنت بالمشفى وفجأة أنا مشفى. أنا مشفى جلال. جلال، أنا فتت على المشفى مرة واحدة وأنت بتعرف ليش، وأنت ما كنت معي. لا أنا اللي كنت معك مو عامر. لا لا
أنا فتحت عيوني من البنج لقيت عامر. لا لا ميديا، أنت شفتيني إلي وفكرتيني عامر. هاي اللحظة ما بحياتي انساها. كنتي فايقة من البنج وإيدك عم ترجف ووشك أصفر وعرقانة وحلوة، مسكتك من إيديك وطلعت فيني وضحكتي وقلتي لي عامر ورجعتي نمتي. تاني يوم لما شفتك وعاتبتيني ليش ما رحت زرتك، عرفت انه عامر كذب عليكي فسكتت. انا اسف ميديا، عامر ما كان خاف ما رد يروح. شو عم تساوي؟ انت هلا شو عم تساوي بالضبط؟ شو عم تحاول تعمل؟ لانك بتعرف انه هاي اللحظة بالذات، هاي اللحظة ما راح. يعني ما راح؟ ليه كذب؟ انت ليه كذبت علي؟ كل هالوقت كنت بتعرف انه رفيقك ما بيحترمني لدرجة انه ما يكون معي بهيك لحظة وساكت؟ وجاي تقلي بحبك؟ كيف يعني بتحبني؟ ولك بلا بتحبني، انا مو رفيقتك؟ كيف بتشوفني؟ كيف بتشوفني غرقانة وأنا فكرة حالي طايرة وما بتمد إيدك تشيلني؟ كيف؟ ما خفت علي مثلاً؟ ما خفت علي؟ طبعا هداك ليش ليروح؟ مو انا عملت هيك لحالي مع حالي ورحت نزل الولد مشان حالي؟ شوف شوفي لسه كذبات مكذبين علي انت ورفيقك، قولهم كلهم. ولا قلك خلص حاجة، هاي الكذبة بتكفي. انا ما كذبت عليكي، انا خبيت كذبة عامر وانت صدقتيها. الف مرة كذب عليكي والف مرة كانت الحقيقة مكشوفة قدامك ما كنت تشوفيها. شو يعني بحبك؟ يعني ما بكرهك. الحب شي حلو مانو بشع ومانو وسخ، بس انا هلا حاس حالي اوسخ واحد بالعالم. بس كل شي بدي اياه هو اني احبك. مين انت اذا مات؟ ليش مين انت وهو عايش؟ ايه انا كذبت عليك بس كان لازم كذب. لا كذب عن كذب بيفرق. لا ما بيفرق. لا بيفرق، طالما كنت بتعرف بوقتها انه رفيقك ما كان معي بهيك لحظة معناها بتعرف كتير منيح انه رح يوصل يوم وانضرب فيه وساكت. شكرا جلال. Thank you.
بحبك بغربتي مضيع أماني ورجاي وراحة البال وأماني. لك أهلين جنان، أهلين حبيبي. I miss you, I need you, I love you. شو رأي؟ ايه؟ لا 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 بحياة أختك لا تروح، خليك شوي. ما فيني تأخرت. لك لا ما تأخر ما تأخر، تعي حبيبي تعي عمري تعي قلبي تعي حبيبي. أوه هادي وحش والله، وحش على هادي. حضر على السنة يا زلمة، كيفك مرقت هالسنة؟ ما حسينا فيها، ما عملنا شيء. لا والله أنت عملت كذا شغلة كمان، يعني ما شاء الله عملت أربع معارض ورجعت شغلت هذا المعمل تبع ابوك. هذا هاي السنه ولا السنه الماضيه؟ والله نسيت يا زلمه، ما عم بتذكر شيء ولا شيء. الشغله الوحيده اللي عم بتذكرها انه مكانك راوي، ما عملت شيء. ايه كيفك انت؟ ماشي الحال. ماشي الحال؟ يا لك يا زلمة، أنا ما عم يمشي حالي بنو، يعني وين ما عم روح عم بيطلع بوش حيط طويل وعالي. اسمع اسمع، عشت بغربتي مضيع أماني، رجاي وراحت البال وأماني. و شو والله نسيته. على فكرة حلو هذا البيت كثير كثير. هلا بس يجي هادي حافظه. هادي هو بيحكي عن اثنين رفقات كانوا عايشين بالغربة برا، قام بيجي واحد منهم بده يموت، قام بيكتب له رفيقه رسالة، مو رسالة هي شو اسمها، وصية، وصية. بيكتب له وصية بيقول له انه اذا متت لا تدفنوني بالغربة، يعني دفنوني بالضيعة. يا زلمة قديش صرنا انا وياك ما حكينا مع بعض؟ والله يمكن من ايام الجامعة. ايه اسمع، اماني من نرى كتابي، اماني ما يدفني سوى بارض لحبة. يا زلمة يوم ضربت هالميديا بوكس كف يا ربي كف، شوهت العينة. فتحت باب السيارة ونزلتها بنص الشارع، ما عاد طايق، ما عاد طايق، ولا عاد بدي اشوفها، ولا عاد طايق حدا، ولا حدا. تذكر لما كنا بالجامعة شو كنت قلت لك؟ كنت قلت لك انه جاي على بالي اخترع هيك شي لون جديد، لون غير هاي الالوان التافهة اللي منعرفها، احمر واصفر واخضر، ولون جديد. شو كنت اهبل يا زلمة؟ شو هو اللون اصلا شو اسمه؟ انت ليش ما عم تحكي؟ شو بدي احكي؟ انا ما عندك حكي تحكي؟ اهلين هادي. اهلين.
عاش من شافك. شوفك لافي، شو بدنا نساوي؟ أشغال يا معلم. كان بدي اياك تتذكر لي بيت شعر بس ذكرته لحالي. برافو عليك، ما بخاف عليك، شاطر انت. مسخر مو؟ لا انا بتمسخر معاذ الله. بتمسخر علي على فكرة. كنت واقف على قاسيون فجأة هبت ريحة قوية كتير كتير، جابت معي شي مليون كيس نايلون وغبرة زبالة، كأنه كل زبالة الشام عم تلف حوالي وأنا بالنص. حسيت حالي شيطان. أجدب وسكران محبط وحيد. أنا شرير مو؟ لا. لا. طيب أنت بتحس حالك شرير؟ على فكرة الناس ما كتير بتعرف إنه نحن شريرين، لأنه أنت الشر بضل مخبى ما ببين. يعني أنت إذا واحد شرير ما راح يطلع يقول للعالم أنا شرير، أو بتروح تقول لواحد مثلا إنه أنا بدك تقتله، أنت بتروح تقول له بدك تقتله بيهرب. أو إذا واحد بدك تسرق له مصاري إذا قلت له بيخبيهم. جرأنا معقول موت؟ كلنا راح نموت، وانت اذا ضليت عم تشرب راح تموت على بكير، اما اذا تركته راح موت بس مو هلا بس خطير. شو فرقت اذا هيك هيك ميت؟ راح اضل اشرب لحتى موت. يا عمي افسدوا دمي واسقوني خمرا. جلال أماني أماني وبشرفك إذا متت لا تدفنوني هون بالشام. أخي خدوني دفنوني بالضيعة. رح تتذكر ولا أكتب لك إياها رسالة أو أي وصية؟ هادي بتنزلوني لحالي؟ ها ما تنزلوا حدا معي لأنه أنا بضوج. دن على فكرة القبر بالشام مانو غالي. قديش يعني بده يطلع حقه؟ 4-5 مليون. يطلع معك الحج من الناس راجعة، قول 12-13. اي مانو غالي، لأنه أنت رح تضلك ساكن فيه إلى الأبد، يعني ليوم القيامة. مزبوط على فكرة، وكونك قاعد فترة طويلة يعني فيك تنفضوا على كيفك تزبطوا، لأنه احتمال يجوا يسألوه. بعدين أنا برأيي ندفنك هون بالشام أو ناس أحسن لك، يعني دحداح وياسمين عرفت وصوت زمامير سيارات بالضيعة رح يدفوك هيك قبل البلد، تلج وبرد هون أحسن لك. خلص أخي دفنوني وين ما بدكم. معقول موت لحالي؟ يعني ضل شي 10-15 يوم ميت بالبيت وما حدا يحس؟
انتفخ هيك وتفسخ وتطلع ريحتي. هادي يونو بشرفك يا هادي، اذا بغيب عنك شي مره يوم او يومين دغري بتجي بتشق علي. ها لا تركني حالي. ولا يما انت موت وانت مطمن، كل يوم رح شق علي. شو عم تساوي هون هذا الوقت المتأخر؟ أنا كم مرة بدي أقول لك اطلعي من حياتي؟ اطلعي من حياتي! هاي لأنك كذبتني! لك طول ميكا! هاي لأنك كذبت علي! ولك أنا مش كذبت عليكي! عامر طول! لك 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 كذبت عليكي! ما كذبت عليكي أنا! وبدي ضل أشرب لحتى أموت، فهمتي؟ عامر روق، من شان الله روق، روق، اهدأ! أنا أبوكي. إذا فاكرة حالك إنه أنت هيك يعني عم تحافظي علي وهي المسخرة، أنت على فكرة هيك عم تخسريني. سامي حاسة قاعدة هون هون بحنجرتي عادي. لا هادي خليه، خليه يحكي، خليه فش قلبه. خلاص ميديا، صار لي 8 سنين قاعدة جوا حنجرته، ما عم خليه يتنفس ولا يحكي ولا يبلع. خليه يتنفس، خليه يحكي، خليه يشرب. لا تمسخر يا بدي اتمسخر. خلاص هدي ميديا. لك خلاص جلال. عامر أنا ما عاد بدي إياك. على فكرة سبقتيني ها، لو متأخرة نص دقيقة بس كنت سمعتيها مني. خلص فيك تعتبريها منتهية. خلص عامر روق، شو بكون؟ أنا هلأ رقت. هادي اطلب لي تاكسي. خلص أنا بوصلك. ما بدي حدا يوصلني. هادي أنا موجوع كتير يا زلمة، شو أعمل؟ هلا باخدك على بيتنا.
لا لا ما بدي اروح البيت، في حكي لازم احكيه بس خايف. من شو خايف؟ لانه في مشكله كبيره كثير بدها تصير. طيب ما فينا نأجل هذا الحكي لبكره؟ أصبح فيك تحكي بطريقة تانية. كيف يعني؟ يعني برواء وهدوء وبدون تعصيب. طيب و بركي صار مشكلة؟ لا تخاف أنا موجود هون ما رح يصير شيء. ماشي. طيب قول لجلال وميديا انه ما يروحوا. طيب بس مثل ما وعدتني بتحكي بهدوء. ايه 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 بس انت هلا بعد شوي طلع لعندهم قول له انه عامر بده يحكي معكم بقصه كثير مهمه وضروريه. انت وعدتني ها؟ خلص يا زلمه وحياة امي ما رح اعمل ولا مشكله وما رح اضرب حدا ولا رح كسر شيء. اصلا انا اللي بدي اعمله عملته. هلا بس بدي احكي. طيب تفضل اشرب مي وصحصح. عامر بده يحكي معكم موضوع مهم انت وجلال. تقصد شو؟ ما بعرف. انا ما عندي ولا شيء احكي. وانت؟ شوي وانسى. اهلا وسهلا. تفضل تفضل تحت. اهلا استاذ جلال. تفضل تحت. شرفتونا والله وانستونا. ايه قبل ما احكي ولا حرف كنت توعدوني انه ما حدا يقاطعني. عادي تعال يا زلمة تعال جيب كرسي وقعد اسمع الحكاية. يعني ما فيني اسمعه وانا عم اشتغل؟ بلا فيك. طيب فيني احكي شيء قبل ما تحكي حكايتك؟ تفضلي. شكرا كثير لانك ما كنت معي بالمشفى. لا لا شكر على واجب بس الشكر
أخونا جلال اللي خبرك. على فكرة مو جلال اللي خبرني. لا أنا خبرتها، ما في داعي للكذب بقى. حلو حلو كثير. أبيان ها المهم، بما أنه هلأ الحكي صار هيك يعني على المكشوف وأكثر وضوحا، أيها البطل المقدام، صار وقت أحكي لكم حكايتي. في عندي رفيقي كائن بشري عادي، عنده كان رفيقة كمان، يعني مو رفيقة هي يعني حبيبة، كمان هي كائن بشري عادي، عايشين هيك مع بعض بحب وسلام، بيتخانقوا شوي، بتنق شوي، بيشرب له كاس احيانا لانه هو بحب يشرب، يعني بتصالحوا، بحبوا بعض احيانا عادي. ومرة من المرات فاتت هي الكائن البشرية على الحمام لحتى تتحمم، وفجأة، وانت بتعرف يا جلال هي الفجأة شو ممكن تعمل، يعني ممكن تهد جبال، ممكن تطلع بنايات وتنزل بنايات، ممكن مدن كاملة فجأة تروح. فجأة بيرن موبايل رفيقته لرفيقي هذا الكائن البشري، مسج ما بعرف شو خطر له، فتح المسج. هلا هو ما له بالعادة يلعب له بالموبايل على فكرة، بس هيك قدر. رفيقه لرفيقي البشري باعت رسالة، هو مو رفيقه وحبيبه وأخوه على أساس، باعت رسالة لحبيبته، قال شو؟ قال أنا بحبك وما فيني أعيش بدونك. بعرف شو صار معه، طلع الدم هيك لراسه، هجموا عليه شي 75,000 سؤال، بلش يشوف على فكرة ألوان جديدة غير كل هاي الألوان التافهة اللي منعرفها، الأصفر والأحمر والأخضر، وشم ريحة بشعة كثير. مسح الرسالة وحط الموبايل على جنب ورجع. شو رأيك بهالقصة جلال؟ شايفك ما تأثرت. لحظة أنا ما بعت شي، الموبايل بعت لحاله وهادي بيعرف هاي الشي. وهادي كمان بيعرف؟ انتو عاملين علي مؤامرة. حليف براس بنتك انه هاي الرسالة انبعتت بالغلط. هادي شو صار بالسيارة؟ لا شو سيارة ما سيارة، لسه بدنا نكمل كمالة الحكاية، لسه هلأ هذا جزء أهم جزء بكل القصة. اسمعوني منيح. هلأ كلنا صرنا بنعرف إنه هذا الكائن البشري اللي عم نحكي عنه هو أنا، والكائن البشرية هي حضرتك، والكائن البشري هو أنت. فخلونا نحكي بشكل واضح ومباشر لأنه أنا ضجت من التورية. ماشي، فقلت لك الصبح مخنوق ضايج كتير، ما بعرف شو بدي أعمل. فكرت إني جيب مسدس وفضي كله برأسك، بس على فكرة يلي منعني هو بنتك، أنا كتير بحبها فما بدي إياها تتيتم. في عندي رفيق تشتغل هكر، خليته يهكر حسابك ويبعت إيميل من حسابك بإلغاء الطلبية. العمى مش حقير. لا هي مو حقارة، هي تصفية حسابات، يعني رسالة برسالة، توتة توتة
خلصت الحدود دي. لا والله ما خلصت. هادي ما دامك بتعرف قصة الرسالة ليش ما قلت لي؟ أنو رسالة؟ الرسالة اللي بعتها جلال لميديا. هو إمتى رح قلك يعني؟ إذا أنا اليوم عرفت بالقصة؟ لا. ليش ما قلت لي لما وصلتني بالسيارة وقعدت سلختني محاضرة بالأخلاق؟ وليش لحتى قلك؟ يعني بما أنك أنت تصرفت ومحيت الرسالة، ليش لحتى قلك؟ يا عيف عليك يا بنداتي بس. مو مشكلة. على فكرة هاي القصة كان لازم تصير لحتى كل واحد منا يعرف مين رفيقه ومين حبيبه ومين عدوه، يعني تصافي. هادي اطلب له سيارة. حاضر. ألو حبيب، بعت لنا سيارة. أي على البار. مع السلامة. تفضل. محل صغير شوي بس ما في مشكلة، بصير الجو حميمي أكثر. ايه طبعا. ايه هادي وين أنا عمل المسرح؟ هلا أنا عم فكر إنه هنيك تحت الدرج، يعني في أرنة منيحة منفضي بيقعد ثلاث عزيفة وأنت بدك تحوس. ما في مشكلة، معناتها الشباب بكرة الساعة 7 بيجوا بيركبوا المعدات. حلو. بتشرب شيء؟ لا لا لا، أنا وقت بكون عندي حفلة قبل بيوم ما بشرب شيء، بريح الحبال الصوتية، بتعرف نحن الفنانين بنحافظ على صوتنا. برافو. هادي شو صار بالسيارة؟ يلا. ألو؟ أي معلم وين صرت؟ يلا. دقيقتين بصير عندي. اوكي. ايه هادي بتعرف لانك هادي وكتير بحبك عامل لك مفاجأة رح تخلي اسم البار تبعك يوصل لاخر الدنيا. حلو. رح غني لك غنية لأول مرة، لا لي منزلها سي دي ولا مصورة فيديو كليب. حزير شو اسمه؟ شو اسمه؟ حزير. يا سيدي اعجزت. يا سيدي مطلعها بيقول شو بدك فيني بالليل؟ عم تحاكيني يا ويل، يا ويلي انفاقت مرتي، رح تنزل دمعاتها سيل. ودق له وبلشت الموسيقى. شو حلو. عمران في سيارة بدها تمر. يلا جاي فورا. اوكي روحي لا تتأخر. لا لا. ايه هادي؟ مشان رعبون، مشان الفرقة الموسيقية بتعرف، لازم يقبضوا قبل الحفلة. ايه تكرم عينك. لحظة بس. عامر
عامر ما مشكلة هادي. يلا بكره قبل الحفلة أمن لي اياهم. لا تاخذنا ان شاء الله. معي شو بدي اقول لك؟ في معك شي 5000 هلا؟ ايه سامعينك. هدولي امانة. يكرم عينك استاذ. يسلموا. على راسي شرفت حبيبي. باي باي. مع السلامة. مع السلامة. الله معك. باي هادي. موفى. Thank you.